الحمزة قال لي الشيخ أحمد بن علي قال له لا حسدوك ابنائي لعم حسد قريش النابي عمي لقالوا فقفاك الذم لقفة معروف مغابة لك أقرى منهم وفهم واسرع عند الله إجابة ولزبني عمك هون معاك اللي ما عمك نصاب لزق ضيب الصراق معاك لراي وكذيت الأعصاب اح الله ضعف تعرف انه لزم تبعد قريبك لا تقطع رحمه يرعى لا تقتحمه والغايب خلي له لحمه والحاضر خليه بوقره ولا تبغي حد لشحمه ولا تكره حد على فقره حسناتك لا يقدر يهلي في الخلق ولا تفلش مكره شكرك واسيه وحمدك لمن له الحمد والشكر الجوادان مالي رب غيرك لا هي يغفر لي ذنب ولا نكاسب علم ولا دب لطريق الهدى يهدول منو بالشباب اشرب اروي مكسيين وطولي ولا نكاسب فعلي قرب من عفوك ولا سقولي ولا نكاسب فعل فعلته من حسنات عليهم عولي ولا نكاسب كون امنت بالله وبالرسول Thank you.